بسم الله ما الرحمن شاء الله. الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم جميعا. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنستكمل آخر خطوة عندنا في منهجية السكس سيجما، وهي الكنترول. والكنترول إن شاء الله هنشرحه النهاردة في المحاضرة، وهنستكمله بكرة إن شاء الله، عشان هو يعتبر شابتر كبير، ويعتبر ده آخر حاجة عندنا في منهجية الدماغ اللي هي الخاصة بمنهجية السكس سيجما. وإن شاء الله أنا طلبت من حضراتكم الفاينل بروجكت، هتبتدوا تقدموه من يوم السبت لغاية الجمعة اللي جاية بإذن الله، وهي هيبقى في جزء من عندنا النهاردة في الخطوة الخامسة بتاعت الكنترول، هنضيفه على الفاينل بروجكت، وده يعتبر آخر حاجة عندنا هنقدمها في الفاينل بروجكت بالنسبة للفاينل بروجكت اللي هو الكنترول. والكنترول يعتبر يعني أداء مقارنة الأداء الفعلي بالمخطط، يعني هو بيقارن الشغل بتاعك الأكشوال اللي انت بتعمله من خلال مخطط. هندرس النهاردة إن شاء الله، طبعا مش هنقدر ندرس النهاردة، هما سبع مخططات المفروض عندنا في الجزء بتاع الجرين، خمس أنواع، والجزء بتاع البلاك نوعين كمان، سبعة. بس أنا إن شاء الله نوديكوا السبع أنواع خرائط بكل تفاصيلهم يعني. فعشان كده إن شاء الله هنشرح النهاردة مثلا ثلاث أنواع من الخرائط، وبكرة الأربع أنواع التانية. هنبتدي بقى إن شاء الله بإذن الله في المراقبة، ونشوف ما هو التحكم. الناس كلها معايا أونلاين إن شاء الله. الإيميل بتاعي المهندس أحمد حسام، المهندس أحمد حسام إن شاء الله هيشيره بكرة عشان حضراتكم تبعتوا الفاينل بروجكت. الفاينل بروجكت عليه 30 درجة إن شاء الله، وأرجو من حضراتكم اللي أنتوا تسلموه خلال الأسبوع الجاي، يعني أرجو من حضراتكم اللي أنتوا تسلموا الفاينل بروجكت خلال الأسبوع الجاي بعد ما تضيفوا الجزء الخاص بالكنترول، تمام؟ والمهندس أحمد حسام إن شاء الله هيشغل لكم الإيميل بتاعي، وتبتدوا تبعتوا الفاينل بروجكت. عندكم بقى تولرانس اهو من السبت لغاية يوم الجمعة، يعني أنتوا عندكم حوالي خمس ست أيام اهو تقدروا، وأنتوا طبعا عاملين الفاينل بروجكت قبل كده من أول الانيشال اسيسمنت، وكل واحد في مجال عمله طبق من أول الانيشال اسيسمنت لغاية الامبروف. اللي أنت هتضيفه بس الحتة بتاعت الكنترول شارت اللي أنا هشرحها النهاردة وبكرة إن شاء الله. فأنا ممكن دلوقتي برضو بعد المحاضرة أشير لكم الإيميل بتاعي، وتبتدوا تبعتوا على الإيميل بتاعي بس من بكرة، من بعد ما أشرح وأخلص الكنترول تبتدوا إن شاء الله تبعتوا الفاينل بروجكت، وبالتوفيق لكم جميعا إن شاء الله. طيب هنرجع بقى النهاردة للكنترول، هنقول التحكم إيه هو مفهوم التحكم. نكتب بقى مع بعض كده شوية الحاجات النظري دي قبل ما نخش في الكيس ستادي بتاعتنا. هنقول التحكم هو مقارنة الأداء الفعلي بالمخطط زي ما قلت من شوية. يبقى أنا هقارن الأداء الفعلي في مكان عملي أو في خدمتي ومنتجي بالمخطط اللي أنا رسمه. يبقى هنقول التحكم ليه حوالي ثلاث تعريفات أو أربع تعريفات متهيألي، هنقولهم الأربعة كلهم مع بعض دلوقتي ونكتبهم مع بعض. هو مقارنة الأداء الفعلي بالمخطط، وتحليل التباين، تحليل
تباين، بنكتب مع بعض مقارنة الأداء الفعلي بالمخطط وتحليل التباين وتقييم الاتجاهات لتطوير العمليات وتقييم البدائل الممكنة والتوصية بالإجراءات التصحيحية حسب الاحتياج. نقولهم تاني: مقارنة الأداء الفعلي بالمخطط وتحليل التباين وتقييم الاتجاهات لتطوير العمليات وتقييم البدائل الممكنة والتوصية بالإجراءات التصحيحية حسب الاحتياج. يبقى بالنسبة دلوقتي بقى للناس اللي لسه داخلة معايا أونلاين، احنا بنقول النهاردة ان شاء الله اخر حاجة في منهجية الدماغ التحكم، ودينا تعريفه في من خلال الاربع نقط دول. بنقول ان التحكم هو مقارنة الاداء الفعلي بالمخطط وتحليل التباين وتقييم الاتجاهات لتطوير العمليات وتقييم البدائل الممكنة والتوصية بالاجراءات التصحيحية حسب الاحتياج. طيب التحكم بيبقى ليه خطوات، هنشوف خطوات التحكم مع بعض. واحد: تصميم ضوابط فعالة للجودة. اتنين: ضمان التحسين. ثلاثة: تدقيق الضوابط. يبقى خطوات التحكم برضو نكتبها مع بعض: تصميم ضوابط فعالة للجودة وضمان التحسين وتدقيق الضوابط. طيب عندنا في خرائط التحكم بنقول طبعا الكنترول يبقى لازم ليه تولز، يعني انا بتحكم من خلال تولز. التولز اللي عندي ايه؟ هي الخرائط اللي هندرسها بقى، اللي انا كنت لسه بقول عليها من شويه، اللي هم خمس انواع او خمس انواع المفروض في الكورس بتاعنا، بس ايه في نوعين تاني هندرسهم من عندي، هيبقوا سبع انواع شاملين كل خرائط التحكم. يعني انا هشرح لكم النهارده ان شاء الله كل خرائط التحكم اللي هي في الجرين والبلاك، يعني اللي في الجرين بيلت والبلاك بيلت، هقول لكم كل خرائط التحكم ان شاء الله النهارده وبكره. فعندي ان خرائط التحكم ايه هي خرائط التحكم؟ بنقول نكتب بقى مع بعض عشان هنبتدي من هنا. ايه يعني لما بقول لكم بقى ايه البدايه من هنا، يعني خرائط التحكم هي التولز اللي انا بستخدمها في التحكم. وتعريف خرائط التحكم: هي وسيله احصائيه بيانية. هي وسيلة إحصائية بيانية، دي النقطة الأولى في خرائط التحكم. الكنترول شارتس بتاعتي إيه هي؟ هي وسيلة إحصائية بيانية تستخدم لدراسة التحكم في العمليات ذات الطبيعة المتكررة. يعني أنا بستخدم خرائط التحكم في العمليات ذات الطبيعة المتكررة، وهنعرف إزاي بعد شوية. يبقى تستخدم لدراسة التحكم في العمليات ذات الطبيعة المتكررة، بمعنى دراسة استقرار العملية إحصائيا، بمعنى دراسة استقرار العملية إحصائيا. يبقى خرائط التحكم هي وسيلة إحصائية بيانية بنستخدمها لدراسة التحكم في العمليات ذات الطبيعة المتكررة، بمعنى دراسة استقرار العملية إحصائيا. يعني إذن فهي أداة إحصائية بتستخدم
لتحسين فاعلية العملية ومراقبتها والتنبؤ بها وتقييم أدائها مع الزمن. يبقى أنا أقول تاني شوية الحاجات دي، بنقول إن خرائط التحكم هي التولز اللي أنا بستخدمها فين؟ في الكنترول. طب إيه هي خرائط التحكم؟ هي وسيلة إحصائية بيانية بنستخدمها في طبيعة العمليات اللي بتتكرر كتير، بمعنى دراسة استقرار العملية إحصائية. إذن فهي أداة إحصائية بنستخدمها لتحسين فاعلية العملية ومراقبتها والتنبؤ بها وتقييم أدائها مع الوقت أو الزمن. طيب لغاية كده فاهمين؟ هنفهم أكتر لما هنيجي ندخل في الشرح وهنشوف بنعمل إيه وهنشوف بنطبق إزاي. طيب هنخش بعد كده الخطوة اللي بعد كده على أهمية خرائط مراقبة الجودة. هي من الوسائل الحديثة المهمة التي تستخدم لمراقبة العمليات والتنبؤ بمسارها، حيث يتم من خلالها الكشف عن مواطن الخلل ثم اتخاذ الإجراء المناسب لتصحيحه. فاكرين لما قلت لكم من قيمة 3 أسابيع لما جينا خدنا الجزء بتاع الديفاين وجينا شرحنا الفويس اوف كاستومر؟ فاكرين الفويس اوف كاستومر اللي انا شرحتها في شاب اول شابتر عندنا في الدماغ اللي هو في الديفاين، وقلت لكم اللور سبيسيفيكيشن ليميتس والابر سبيسيفيكيشن ليميتس واللور كنترول والابر كنترول، وانا ما رضيتش اشرح الابر كنترول واللور كنترول في الفتره ديت عشان ما كنتوش هتقدروا تفهموا اللي انا بقوله. فانا هقول مقارنه، يعني هنا مقارنه بسيطه للناس اللي كانت بتسالني يعني ايه هندسه اللور كنترول وايه الفرق ما بين اللور سبيسيفيكيشن ليميت والابر سبيسيفيكيشن ليميت واللور كنترول ليميت والابر كنترول ليميت. فانا اقول لكم في الرسمه اللي انتم شايفينها دلوقتي في الباوربوينت، الكنترول ليميتس ضد السبيسيفيكيشن ليميتس، يعني دي ايه مكانها على النورمال ديستريبيوشن كيرف، ومن خلال الرسمه دي هتعرفوا انا كان قصدي ايه. سعيد انا لما بعمل عمليه وبوزع البروسيس بيبقى في سامبل، بيبقى في عينات، العينات ديت اللي انا بقيسها، العينات دي بيبقى ليها ابر كنترول ليميت ولور كنترول ليميت، والعمليه اللي بيديها لي الفويس اوف كاستومر اللي هي المواصفه بتاعه العميل بتاعه المنتج، شامل بقى شامل كل العينات اللي جوه العمليه، شامل كل العينات اللي جوه العمليه. يعني انا مثلا عندي عمليه فيها 6 مراحل، انا السؤال ده اتسالته من اسبوع، العمليه اللي فيها 6 مراحل دي انا هاخد لكل مرحله عينه، كل مرحله بتكون في النهايه مجموع المراحل، بتكون في النهايه العمليه كتوتال. انتوا فاهميني؟ يعني انا مثلا عندي الموبايل بيبقى مجموعه من مراحل، عشان اصنع الموبايل بيبقى مجموعه من المراحل، المراحل التصنيعيه بتاعته ولتكن 6 مراحل، اول حاجه البورده، بعد كده الشاشه، بعد كده الكاميرا، بعد كده العدسه. فانا هاخد من كل مرحله من مراحل الموبايل دوت عينه وقيسها، العينه ديت بيبقى ليها ابر كنترول ليميت ولور كنترول ليميت، ما بينفعش يقل او يزيد عنه، لو قل او زاد عنه انا بعيد العينه بعينه جديده، وهقول لكم ازاي في الكيس ستادي. انتوا كده فاهمين؟ من الاول استاذ ياسر. طيب
بص يا استاذ ياسر، انا شرحت يعني ايه شويه حاجات نظري كده في الاول، هقولها لك بسرعه. الناس اللي لسه داخله اونلاين، معلش هقول الحاجات دي بسرعه للناس اللي لسه داخله اونلاين. انا قلت معروف المفهوم بتاع التحكم هو مقارنه الاداء الفعلي بالمخطط وتحليل التباين، كل دي حاجات نظري، وتحليل التباين وتقييم اتجاهات لتطوير العمليات وتقييم البدائل الممكنه والتوصيه بالاجراءات التصحيحيه حسب الاحتياج. وخطوات التحكم قلت ثلاث انواع من الخطوات، او ثلاث خطوات: تصميم ضوابط فعالة للجودة، وضمان التحسين، وتدقيق الضوابط. وبعد كده قلت إن خرائط التحكم هي وسيلة إحصائية بيانية، ماشي، وتستخدم لدراسة التحكم في العمليات ذات الطبيعة المتكررة، بمعنى دراسة استقرار العملية إحصائية. وإذن فهي أداة إحصائية تستخدم لتحسين فاعلية العملية ومراقبتها والتنبؤ بها وتقييم أدائها مع الزمن. وقفت على كده، قلت أهمية خرائط مراقبة الجودة هي من الوسائل الحديثة المهمة التي تستخدم لمراقبة العمليات والتنبؤ بمسارها، حيث يتم من خلالها الكشف عن مواطن الخلل ثم اتخاذ الإجراء المناسب لتصحيحه. شكرا يا أستاذ فضل. تمام كده يا أستاذ ياسر، هو ده اللي أنا شرحته. شرحت حاجات، شوية حاجات نظري، المفهوم بتاع الكنترول وأنواع ومفهوم الخرائط وأهميتها. ولسه بقول بقى الحتة اللي هي بتاعت النورمال ديستريبيوشن كيرف اللي أنتوا حضراتكم كنتوا بتسألوني عليها في أول شابتر بتاع الديفاين، وقلنا ان الفويس اوف كاستمر ليها لور سبيسيفيكيشن ليميت وابر سبيسيفيكيشن ليميت، وانا رحت مدخل جزء الكنترول وقلت لكم انا مش هقدر اشرح لكم الحته دي دلوقتي. ليه؟ لان هناخدها بالتفصيل في شابتر الكنترول. بقى دلوقتي ان العمليه عندي بتشمل مجموعه من المراحل، وشرحت مثال على الموبايل ان الموبايل دوت بروسيس. البروسيس بتاعت الموبايل فيها مراحل، اول مرحله تصنيع في البورده، بعد كده مثلا الشاشه، بعد كده العدسه، بعد كده الكاميرا، بعد كده الكفر، خدت بالكم؟ في الاخر بيديني الفاينل برودكت بتاعي اللي هو الموبايل. طيب البروسيس ديت العميل بيديني ليها مواصفه، الموبايل ده مواصفته في lower specification limit ما ينفعش يقل عنها، وأبر specification limit ما ينفعش يقل عنها. يبقى البروسيس بتاعتي ولتكن الموبايل بيبقى ليها أبر specification limit ولور specification limit. جوه الموبايل دوت بيبقى فيه مجموعة من السامبل. السامبل ديت أنا هاخدها زي العدسة، هيبقى ليها مجموعة من العينات، وفي الآخر استقر على نوع العدسة. السامبل دي بيبقى ليها أبر كنترول ليميت ولور كنترول ليميت. الأبر كنترول ليميت واللور كنترول ليميت مش هينفع أقل عنهم ولا أزيد عنهم. كده فهمتوا الحتة بتاعت الكنترول ليميت مقابل السبيسيفيكيشن ليميت؟ أنا عايز تفاعل معايا على الشات عشان المحاضرة بتاعت النهاردة إيه؟ يعني عايزين يعني إيه نقدر نلم الكنترول النهاردة إن شاء الله وبكرة، بحيث اللي أنا عايز أطبق النهاردة. يعني أنا عايز أقول النظري بسرعة بسرعة عشان نكسب وقت. اللي أنا عايز الكيس ستادي بتاعتي النهاردة هتبقى على الميني تاب. حضراتكم اكيد نزلتوا شيت الاكسل بتاع الشارتس اللي انا نزلته،
أرجوكوا خشوا على الجروب دلوقتي قبل ما أطبق وتنزلوا الشيت الإكسل اللي أنا شيرته. أنا شيرته في نص الأسبوع وشيرته النهاردة تاني، لأن من غير شيت الإكسل ده مش هنعرف نطبق الكنترول شارت بتاعتنا على المينيتاب. كده كل الناس فاهمة لغاية دلوقتي أهمية خرائط مراقبة الجودة من خلال الصفحة دي؟ عرفتوا أهمية خرائط مراقبة الجودة الكنترول شارتس؟ نقول تاني إن البروسيس، وأنا اديت مثال بالموبايل، البروسيس بتاعي ده فاينل برودكت. الموبايل موجود أو مكوناته إيه؟ مكوناته عينات. العينات دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن شاشة، عبارة عن عدسة، عبارة عن كاميرا، عبارة عن كفر، عبارة عن بوردة. باخد عينة من كل سامبل في الموبايل عشان في الآخر أطلع الفاينل برودكت. والبروسيس بيبقى ليها لور سبيسيفيكيشن ليميت وأبر سبيسيفيكيشن ليميت من خلال العميل بيدهاني في المواصفة بتاعة المنتج بتاعه. أنا باجي أدرس المواصفة وبحلل المواصفة وببتدي أشتغل على البروسيس. بقسم البروسيس بتاعتي لمراحل زي ما قسمناها قبل كده، وطبعاً كلكم بقيتوا أساتذة في موضوع المراحل بتاعت البروسيس وطبقناها وخدنا البروسيس فلو شارت دياجرام كل واحد من خلال عمله، وكل واحد رسم الدياجرام بتاعت البروسيس بتاعته بتبدأ ازاي وبتنهي ازاي. هناخد سامبل من كل مرحلة ونشوف بتطبق ازاي على الكنترول شارتس، ولازم يكون ليا حدود في السامبل دي هتبقى أبر كنترول ولور كنترول. أستاذ علي بيسأل، هقول لك أنا بقى كل اللي أنت بتقول عليه ده. يعني أنت بتقول قياس سمك صفائح حديدية، لأن أنا مش هقدر أجاوب على السؤال بتاعك إلا بعد ربع ساعة، وهتعرف ليه يا أستاذ علي. ليه؟ لأن أنا عندي في الخرائط بتاعت مراقبة الجودة الكنترول شارتس نوعين، نوع اسمه فيريبل والنوع الثاني بنسميه اتريبيوت. الاتريبيوت ده بتاع الخواص، الحاجات اللي هي خاصه بالخواص، والفيريبلز اللي هي خاصه بالسؤال بقى اللي حضرتك بتتكلم عليه. الفيريبلز اللي هي الاطوال والتخانات والاوزان والمقاومات. فهمت قصدي؟ فانا يعني هقول لحضرتك احنا بنستخدم الكنترول شارتس انواعها واستخداماتها، وهقول لك تستخدم اي نوع. تمام يا استاذ علي؟ استاذ علي كنت بتسال على السؤال بتاع قياس سمك الصفائح الحديديه بتاعت الخزانات، خزانات النفط. تمام؟ وهقول لك ازاي تراقبها وازاي تعملها وازاي تستخدم النوع بتاعها. ما تقلقش. خلاص كده؟ يبقى احنا عرفنا الحتة بتاعت أهمية خرائط مراقبة الجودة، وعرفنا بنستخدم ازاي الخريطة وبنستخدمها. تمام. طيب هنبتدي بقى نخش على الشغل العملي بتاعنا، وكل الناس بقى تركز معايا من النقطة دي. كل الناس تبتدي تركز معايا من النقطة دي. أنا لسه كنت بجاوب على السؤال بتاع أستاذ علي نديم، بيقول لي هندسة أنا إزاي أطبق الكنترول شارتس في قياس سمك الخزانات النفطية؟ هو شغال في مجال النفط، ففي خزانات عنده، فهي الخزانات دي بيبقى فيها إيه؟ سيكنس. فهو إزاي بيراقب السيكنس بتاع تخانة الخزانات طبعا بواسطة التولز. طب ايه انواع الخرايط هناخدها دلوقتي؟ انا عندي انواع الخرايط زي ما قلت لحضراتكم
من دقيقتين عنده نوعين، نوع اسمه variables والنوع الثاني اسمه attribute. ادي النوع اللي هو ال variables، وال variables اللي هي خرائط التحكم للمتغيرات. يبقى انواع الخرائط نوعين، نوع ال variables والنوع الثاني اللي هو الاتريبيوت. طيب الفاريبلز اللي هي خرائط التحكم للمتغيرات دي للاطوال والاحجام والابعاد وقوه الشد والضغط والاوزان، اي حاجه لمتغير، اي حاجه لمتغير، طول، حجم، وزن، سمك، قوه شد، ضغط، هستخدم خرائط التحكم للمتغيرات اللي هي الفاريبلز. المتغيرات هي دي المتغيرات، عايز استخدم الخريطه الاطوال لاحجام لابعاد لضغط لاوزان، ايا كان التولز اللي هتقيس الحاجه ديت، الخرائط دي اللي انا هستخدمها. طيب لغايه كده فاهمين؟ اللي مش فاهم يقول اكتب لي مش فاهم. طيب خرائط التحكم للمتغيرات اللي هي الفاريبلز ثلاث انواع. النوع الاول اللي انا بسميه الاكس بار اس، الاكس بار اس شرط، الاكس بار اس شرط. لما تكون عدد الريبليكيت او المتغيرات التكرارات اللي عندي كبير اكبر من 10. يعني ايه اللي بتقوله ده يا باشمهندس اسامه؟ يعني انا هقول لك دلوقتي، انا عندي ثلاث انواع من الخرائط بستخدمها في المتغيرات، في انواع خرائط المتغيرات الفاريبلز. الفاريبلز عندي النوع الاول اللي هو الاكس بار اس شارت، لما تكون عدد المالتي ريبليكيت اكبر من عشرة. طيب نوع الخريطة النوع الثاني اللي هي بسميها الاكس بار ار شارت، الاكس بار ار شارت، لما تكون المالتي ريبليكيت اللي هي متعددة التكرار من 1 لـ10 محصورة من 1 لـ10، هستخدم الاكس بار ار شارت. انا خلي بالكم ان شاء الله انا هشرح النهاردة التلات انواع دول، ان شاء الله النهاردة هطبق عليهم كيس ستادي، والتلات انواع بتوع والانواع بتاع الاتريبيوت انا هدي نوعين، وفي نوعين تاني هديهم انا بقى من عندي، في نوعين تاني انا هديهم من عندي في الاتريبيوت. طيب النوع التاني في انواع خرائط التحكم الاتريبيوت اللي هي الخواص، انا بعمل خريطة لقياس الخواص. ايه هي الخريطة لقياس الخواص دي؟ اهي خرائط التحكم لقياس الخواص، اذا كان المنتج مطابق او غير مطابق للمواصفات. معايا؟ اللي مش فاهم بقى يقول مش فاهم، لان من بدايه الباوربوينت دي هو الشغل ده اللي انت بتطبقه في شغلك. الحاجات اللي انا بقولها دي هي اللي بتطبق في الشغل. انا عندي نوعين من خرائط الخواص اللي هي الاتريبيوت. نوع اسمه خريطة متوسط عدد العيوب اللي هي السي شارت، السي شارت، وخريطة متوسط نسبة العيوب اللي هي البي شارت. يبقى أنا عندي نوعين، في نوعين تاني هشرحهم لكم في الكيس ستادي مش موجودين هنا، دول المفروض يتاخدوا في البلاك، في البلاك بيلت، بس أنا هقولهم برضه عشان يبقى اديتكم كل أنواع الخرائط المستخدمة في السكس سيجما، سواء في الجرين او في البلاك.
أعيد تاني؟ نعيد تاني الكلام ده. كل الناس تركز معايا. أنا عندي الخرائط نوعين. خرائط التحكم للمتغيرات اللي هي الـ variables، ماشي؟ والـ variables عندي ثلاث أنواع. طبعا بنستخدمها للأطوال والأحجام والأبعاد، قوة الشد والضغط والأوزان، أي حاجة متغيرة في القياس بناخدها في الـ variable وبنستخدم خرائط التحكم فيها. طب أنهي نوع خريطة من الثلاثة؟ هقول لكم بنستخدمها بناء على إيه؟ في نوع خريطة اسمه إكس بار إس شارت. الإكس بار إس شارت دي لما تكون المالتي ريبليكيت بتاعتي أكبر من 10، عددها أكبر من 10. المالتي ريبليكيت لما تكون متعددة التكرار أو العدد بتاع المالتي ريبليكيت بتاعي أكبر من 10، بستخدم الإكس بار أن إس شارت. بستخدم الإكس بار أن إس شارت. طيب لما يكون العدد عندي من 1 لـ10، المالتي ريبليكيت عندي من 1 لـ10، بستخدم الإكس بار أند آر شارت. لما يكون العدد عندي من 1 لـ10، بستخدم الإكس بار آر شارت. طب لما يكون الريبليكيت عندي 1، يعني المتغير اللي عندي اللي أنا بقيس فيه هو حاجة واحدة، بستخدم حاجة اسمها الانديفيديال ام ار شارت. الانديفيديال اللي هي الفردي ام ار شارت. ايه السؤال؟ يعني ايه يا استاذ فتحي نلغي؟ مش فاهم. يعني ايه نلغي الترجمه؟ مش فاهم. طيب في استاذ ايهاب سال سؤال بيقول ان الان بتساوي 10. الان بتساوي 10، بنستخدم لها انهي خريطه؟ حضرتك دلوقتي مفيش اي حاجه بتظهر على الشاشه يا استاذ اشرف. الشاشه قدامي. هو في ترجمة بتظهر على الشاشة؟ في حد شايف إن في ترجمة بتظهر على الشاشة؟ طيب بقول لحضرتك ترجمة إيه بالظبط؟ أنا مش فاهم. ترجمة ايه بقى؟ طب انا مش فاهم وجهة نظركم بصراحة يعني. طيب انا ما بترجم يعني، انا بقول حاجات بسيطة يعني، ما مش محتاجة ترجمة يعني. مش محتاجة ترجمة الحاجات، الكلام البسيط اللي أنا بقوله ده مش variable وattribute وmulti replicate وindividual، ده كلام عادي يعني.
برنامج ايه اللي بيترجم ترجمة فورية؟ طب انا هعملها ازاي بقى؟ بقى ده برنامج زوم، طب انا هعملها ازاي؟ نرجع طب لمرجوعنا، نرجع لمرجوعنا. أستاذ كان في حد سأل سؤال، المالتي ريبليكيت اللي هي الحاجات المتعددة التكرار، يعني اللي هي الإكس بار إس شارت والإكس بار آر شارت، هم دول اللي خاصين بالمالتي ريبليكيت، اللي خاصين بالمالتي ريبليكيت لو عايزين تكتبوها. انما الانديفيديوال ام ار اللي هي الموفينج رينج، الانديفيديوال موفينج رينج اللي هي خاصه لما تكون الان بتساوي واحد، لما تكون الان بتساوي واحد يبقى الانديفيديوال ام ار شارت. خلاص، في حد كان بيسال لما يكون الان ب 10، لما يكون الان ب 10 استخدم ايه؟ انت عندك الان اكبر من 10 بنستخدم الاكس بار اند شارت، لما تكون الان ب 10 من 1 ل 10 بنستخدم الاكس بار اند ار شارت. استاذ اللي كان بيسال لما تكون الان بتساوي 10 استخدم ايه؟ هتستخدم الاكس بار اند ار شارت. اللي كان بيسال تمام استاذ ايهاب، لما تكون الان بتساوي 10 يا استاذ ايهاب بتستخدم الاكس بار اند ار شارت اللي هي من 1 ل 10، الاكس بار اند اس شارت اللي هي اكبر من 10، ولما الان بتساوي 1، لما تكون الان بتساوي 1 اللي هي الانديفيديوال ايه موفينج رينج شارت. تمام. الاتريبيوت اللي هي خرائط التحكم الخاص قلنا فيه نوعين، عندي اذا كان المنتج مطابق او غير مطابق للمواصفه، والنوع الاولاني اللي هو السي شارت والبي شارت، وهنعرف برضو بنستخدمهم ازاي. في نوعين تاني برضو هندرسهم اللي هو اليو شارت والان بي شارت، اللي هم النوعين اللي انا بقول لكم عليهم في البداية. بالظبط، السامبلز اللي هي استاذ ياسر منتصر الله ينور عليك، الان اللي هي عدد السامبلز، صح، الان اللي هي عدد السامبلز والقرايات بتاعت السامبلز بتاعتي، الله ينور عليك. حد عنده سؤال تاني؟ حد عنده سؤال تاني في انواع الخرائط؟ حد عنده سؤال تاني قبل ما اخش في النقطة اللي بعديها؟ طيب. طيب. هنيجي نخش على النقطة اللي بعد كده اللي هي المكونات الأساسية لخرائط التحكم. عندي ثلاث حاجات أساسية بستخدمها في أي خريطة. أي خريطة مراقبة بستخدم الثلاث مكونات دول. أول مكون اللي هو الحد المركزي سنتر لاين، وهو يمثل المستوى الأمثل لجودة المنتج. الخط اللي بيبقى في النص ده، وهنشوف بنعمله إزاي أو الخريطة بترسمه إزاي. يبقى أول مكون عندي مهم اللي هو الحد المركزي السنتر لاين اللي هو الأفرج مين، دوت بيمثل المستوى الأمثل لجودة إيه المنتج. طيب النقطة الثانية اللي هو حدي المراقبة
وهي الحدود المسموح بيها اللي هم الأبر كنترول ليميت واللور كنترول ليميت. يبقى الأبر كنترول لاين اللي هو الحد اللي هي الأعلى المرابة أو الأبر كنترول ليميت، هي هي لاين أو ليميت مش مهم. واللور كنترول ليميت اللي هو الحد الأدنى للمرابة اللي هو زي ما موجود في الرسمة كده اهو، الرسمة اللي تحت دي ده الأبر كنترول وده اللور كنترول، وهنا اللي هو السنتر لاين اللي هو الخط اللي في النص، واللي بأصفر دي اللي هي العينات. كل البوينتس اللي بالأصفر دي اللي هي طالعة نازلة طالعة نازلة دي اللي هي إيه؟ العينات اللي أنا براقبها لكل مرحلة في العملية. كده الناس متهيألي فاهمة يعني، الكلام سهل كله يعني. كلام كله سهل. ادي الشكل اللي احنا هنرسمه على الميني تاب. الشكل التالي ده اللي هو الشكل العام لخرائط التحكم. ادي مجموعه الخط المركزي هو اللي في النص ده، خط المركز هو اللي احنا بنقول عليه اللي لازم يبقى هو الخط الامثل لمستوى جوده المنتج، والحد الاقصى اللي ما ينفعش يبقى اعلى منه، والحد الادنى اللي ما ينفعش يبقى اقل منه، وادي العينات وادي قيمة المتغير اللي احنا هنقيس عليه. تمام؟ في حد كده عنده سؤال تاني قبل ما اخش على الكيس ستادي؟ عايزين نطبق بقى على الميني تاب عشان الوقت. اللي عايز يسأل يسأل قبل ما اخش على الكيس ستادي. اي حد عنده سؤال قبل ما اخش على الكيس ستادي اطبق. طيب حضراتكم بقى كلكم تنزلوا لي ايه؟ كله جاي شيت الاكسل اللي انا كنت قايل عليه، كله حطه قدامه كده على الديسك توب، ويفتح برنامج الميني تاب عشان برنامج الميني تاب تقيل يعني اتقل من الاكسل، فكله يبتدي يفتح برنامج الميني تاب ويحطه على الديسك توب، والكنترول شارتس اللي انا نزلتها لكم في شيت اكسل كده سبع انواع خرايط يبتدي يفتح. تمام؟ نتوكل على الله. اول نوع عندي هاخده في الكيس ستادي النوع اللي احنا قلنا عليه اكس بار اند اس شارت. الرسمه اللي انا حاططها دي انا بقول لكم ده شكل عام يعني، دي مش ده شكل عام يعني للعمليه والابر كنترول ليميت واللور كنترول ليميت والمين اللي عندي خط المركز والقصه دي. اطلع انا بقى من الكلام دوت وابتدي اخش على ايه؟ ادي شيت اكسل اهو كلكم فتحتوه. فتحتوا شيت اكسل معايا. عايز بقى من خلال يعني يا ريت الناس تتفاعل معايا دلوقتي اللي انتم متفاعلين معايا في بس من خلال الشات، ما حدش يفتح ارجوك. ابتدت الناس تفتح شيت الاكسل. انا عندي شيت الاكسل دوت، مين هسال سؤال، مين يقدر يحدد لي نوع الخريطه بتاعت الريبليكيت دي؟ مين يقدر يحدد لي نوع الخريطه المستخدمه في المالتي ريبليكيت ده؟ يا ريت كل الناس تجاوب. أنا عندي كام ريبليكيت هنا؟ أربعة. الله ينور. لا مش إكس بار أند إس. إكس بار أند إس الأكبر من 10 يا أستاذ إيهاب. يا أستاذ أشرف غلط. مش أي إم آر. هضطر إن أنا أعيد تاني ولا إيه؟ مش احنا قلنا انا عندي ثلاث انواع من خرائط المتغيرات اللي هم الاكس بار والاكس بار اند اس والام ار. انتوا كلكم دلوقتي شايفين الصفحه اللي انا فاتحها على الاكسل دلوقتي؟ شايفينها؟ طيب دول مع بعض كام ريبليكيت؟ نعدهم 1 2 3 4. طب العدد هنا 4، العدد الاربعه دوت يبقى من 1 ل 10، واحنا قلنا من 1 ل 10 بنستخدم ايه؟ الاكس بار اند ار.
يعني استاذ صلاح سرحان جاوب صح، استاذ شريف اسرج الله ينور جاوب صح، استاذ حسام عبد الله جاوب صح، استاذ ايهاب تمام، استاذ اسلام اكس بار اند ار، اكس بار اند ار ايوه كده اكس بار اند ار، يا ريت كل الناس تتفاعل معايا عشان احس ان انتوا فهمتوا قبل ما اخش على الميني تاب. انتوا لو ما فهمتوش مش هعرف اطبق على الميني تاب، لازم تحدد الاول نوع الخريطه، ما هو انت لازم تحدد نوع الخريطه عشان تعرفها وتطبقها تحطها في الميني تاب، لان الميني تاب مديك كل انواع الخرائط، الاكس اس والاكس بار والاي ام ار والام سي واليو والبي، فانت لازم الاول تحدد نوع الخريطه اللي انت هتدخلها على الميني تاب. دول اربع انواع من القرايات. طب انا عندي الانواع القرايات اللي انا بستخدمها الاكس بار اند ار شارت اللي هي من 1 ل 10، دول اربعه يعني محصوره من 1 ل 10، يبقى انا هستخدمها في الاكس بار اند ار شارت صح؟ تمام. طيب لو عندي العدد بتاع المالتي ريبليكيت اكبر من 10، اكبر من 10 يبقى هستخدم الاكس زي ما هناخدها في المثال اللي جاي ان شاء الله. طيب انا هنا عندي المالتي ريبليكيت ان 10، العدد عندي بتاع السامبل 10 تمام. تمام هناخدها كده كوبي، هناخدها كوبي من على شيت الاكسل، كل الناس تفعل معايا بقى عشان ما تنساش، كل الناس يلا مع بعض نشتغل كده مع بعض، كوبي من على شيت الاكسل اهو ونحطها على الميني تاب. فتحنا صفحة الميني تاب اهي، صفحة الميني تاب اهي، ونقول بيست سيلز، ونيجي عند الفايل اللي فوق اللي اسمه ستات، ونختار الكنترول شارتس، كل الناس تكتب وتفعل معايا تمام. اختار الفاريبل شارت فور سب جروب تمام، واختار اول واحده اهي اكس بار اند ار شارت اهي. حلو تمام، شايفين الخط اللي معمول بالازرق ده اللي هو مكتوب اول اوبزرفيشن فور شارت ار اني ان وان كولم، هغيرها هخليها كل واحد في عموده اللي هي الاوبزرفيشن فور سب جروب ار ان وان رو اوف كولمز، وعلم على كل الريبليكيت بتاعتي وادوس سيلكت اوكي. ادي الكنترول شارت بتاعتي واضح، ادي الابر كنترول اهي كبرها، ادي الابر كنترول اهي، وادي اللور كنترول، وادي خط المركز اللي هو ايه السنتر لاين بتاعي اللي هو المي، والعمليات كلها ايه شغاله. اعرف منين العمليه دي شغاله ولا مش شغاله؟ لما تكون ما عدتش الابر كنترول ولا اللور كنترول، كل العمليات ما بينهم، يبقى دي نورمال. الحاله دي ايه؟ نورمال بيهيفير. اكتبوا كده ورايا عشان الكلام ده مش مكتوب في الباور بوينت بتاع. لما اجي احلل الاكس بار اند ار شارت للريبليكيت بتاعي، الريبليكيت بتاعي هنا احنا قلنا ان العدد ان من واحد ل10، لما اكون السامبل من 1 ل10 بستخدم الاكس ايه بار اند ار شارت تمام، بيطلع بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، كل النقط اللي عندي والاريات اللي عندي ما بين الابر كنترول ليميت واللور كنترول ليميت، مفيش حاجه عدت الخط ايه الاعلى ولا الخط الادنى، يبقى الحاله دي بسميها نورمال بيهيفير. نورمال بيهيفير يعني سلوك طبيعي للعمليه، يبقى سلوك العمليه دي طبيعي ما فيش ايه فيها مشكله. لما اجي احلل على المينيتاب العمليه بتاعتي
ويطلع كل النقط تحت الابر كنترول وفوق اللور كنترول يبقى بسميها ايه؟ نورمال بيهيفير. اكتبوا ورايا العمليه دي، نورمال بيهيفير. حد عنده سؤال؟ حد عنده سؤال؟ اللي عايز يسأل يسأل، واللي عايزنا عيد عيد. الحالة اللي عندي دي ايه؟ نورمال بيهيفير. عيد. حاضر استاذ احمد، ماشي حاضر هعيد، هكنسل دي وكنسل دو وكنسل الريبليكيت بتاعي وهشرحها من الاول. ادي شيت اكسل عندي هنا ايه؟ اربعه ريبليكيت. طب الاربعه دول بيدلوا على ايه؟ على ان نوع الخريطه المستخدمه من واحد لعشرة، اللي هي بنسميها ايه؟ الاكس بار اند اور شارت. كده مفيش مشكله. يبقى انا هنا نوع الخريطه بتاعي اكس بار اند اور شارت، هاخدها كوبي واجي افتح صفحه المينيتاب واقول بيست سيلز، حدد لي ايه الاربعه مالتي ريبليكيت بتوع. انتوا فاهمين ولا مش فاهمين؟ انتوا كده فاهمين ولا مش فاهمين؟ الارقام اللي في الجدول منين؟ لا ما هي الارقام اللي في الجدول دي بقى يا استاذ علي حضرتك اللي هتجيبها من خلال عملك. دي بقى اللي كنت بتسال عنه يا استاذ علي، مش انت كنت بتسال على السمك؟ اعتبر ده سمك، اعتبر دي اطوال، اعتبر دي اوزان، اعتبر دي مقاومه كهربائيه، اي قيمه متغيره بتستخدم فيها الشرط دي. فهمتني يا استاذ علي؟ السؤال اللي كنت بتساله من شويه في مجال النفط على سمك الايه؟ التخانه بتاعت الخزان. الله ينور عليك. مش انا قلت لك استناني ربع ساعه وهتفهم انا قصدي ايه؟ كده انت فهمت. بتاخد السمك بقى، بتحط بقى السمك يا استاذ علي، تحط تخاناتك، بتحط اطوالك، بتحط اوزانك، بتحط المقاومه الكهربائيه، بتحط كل واحد بقى شغال في مجال عمله بقى، شوف القياس بتاعه ازاي؟ بيجي يحطه هنا. بيجي يحطه ايه؟ كده. هنا اربعه مالتي ريبليكيت، لان عندي انا مختار هنا اربع عينات، انت ممكن تختار عينه، انت ممكن تختار عينه واحده اللي احنا بنستخدمها في الانديفيديوال، مش لسه هنشرحها. اي قيمه متغيره، صح يا استاذ اشرف؟ تمام يا هندسه. هقول لك لو القيمه انحرفت، لو عدت فوق اللور وعدت فوق الابر يا استاذ حسام عبد الله هنعمل ايه؟ بتتحقق من السبب حاجه اسمها انفستيجيت كوز. اكتبه ورايا، سؤال جميل قوي يا استاذ حسام. استاذ حسام عبد الله سال سؤال كنت لسه هقوله. بيقول لي يا هندسه لو القيمه طلعت فوق القمر او نزلت تحت اللور، يعني عدت فوق القمر وعدت عن اللور، هنسميها ايه؟ هتسميها انفستيجيت كوز. يعني ايه انفستيجيت كوز؟ بتعمل عمليه تحقق او استبيان عن السبب ليه النقطة دي عدت أو قلت عن الأبر أو اللور، وتبتدي تشوف العلاج للمشكلة، وتشوف ليه النقطة انحرفت عن مسارها الطبيعي. أكيد في حاجة غلط في النقطة دي أو في العملية دي أو في المرحلة دي. سؤال جميل جدا 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 من أستاذ حسام عبد الله. أستاذ حسام عبد الله سأل سؤال كنت لسه هقوله في المثال اللي جاي، كنت هقوله في المثال اللي جاي. بيقول لي أمال يا هندسة لو القيمة طلعت فوق الأبر واللور
هنسميها ايه؟ هتبقى العملية اسمها ايه؟ هتسميها investigate cause. يعني ايه investigate cause؟ يعني بتحقق من السبب اللي النقطة دي او مرحلة القياس دي او المرحلة بتاعت العينة السامبل دي ضربت فوق القبر وعليت وطلعت عن المسار الطبيعي المسموح بيه ولا لا. فهنا ما بقتش نورمال بيهيفير، ما بقتش نورمال بيهيفير، بقت انفستيجيت كوز، بقت انفستيجيت كوز. الله ينور يا استاذ حسين، سؤال حلو. يبقى الحاله اللي عندي ارجع بقى ايه، اخد استات الفايل اللي اسمه استات، اختار الكنترول شارت، انا بشرح الحاله اللي عندي المثال اللي انا اخدته. طيب واخد الفاريبلز بختار، اكتبوا معايا الخطوات عشان هتنسوها، انا مش حاطط الخطوات دي في الباور بوينت، اكتبوا الخطوات دي هتبقى ريفرنس ليك، الكورس خلاص هيخلص والكتابه هي اللي باقيه لك، الكورس هيخلص واللي انت بتكتبه دلوقتي هو اللي باقي لك والفيديو. ماشي. الكنترول شارت هناخد الفاريبلز شارت فور سب جروب واختار الاكس بار اند ار شارت اهي، واغير الكولم اخليه اوبزرفيشن فور سب جروب ار ان 1 رو اوف كولم، اجي امسح بقى دي وعلم على كل الريبليكيت واختار سيلك وادوس اوكي، هتطلع الكنترول شارت بتاعتي اللي هي الاكس بار اند ار شارت. طيب حد عايز يسال في الصفحه اللي انا فاتحها دي؟ اهي دي كده ايه؟ نورمال بيهيفير، كل النقط تحت الابر وفوق اللور بتنحصر ما بين الابر كنترول ليميت او الابر كنترول لاين زي ما الناس تحب تسميه واللور كنترول ليميت. العمليه او السامبل اللي انت محللها كلها موجوده ما بين الخطين دول. تمام. ليه مخططين؟ الله ينور يا استاذ علي. هقول لحضرتك هو هنا مدي السامبل مين في المخطط الاولاني، والمخطط الثاني كل الناس تكتب الكلمه المعلومه دي. سؤال جميل قوي من الاستاذ علي نجيب، كل الناس تكتب المعلومه دي. المخطط اللي تحت فرق النقط بيسموه السامبل رينج، يعني النقطه الثانيه ناقص النقطه الاولى. كل الناس تكتب فرق النقط، المخطط اللي تحت فرق النقط. يعني لو جينا على الجدول اللي في الاكسل وطرحت اللي هي السبعه بوينت 7.127 اللي هي النقطه دي من النقطه الثانيه اللي جنبيها اللي واقف عليها بالماوس، هيطلع فرق النقط اللي هو الاربعه من 1000. فهمت يا استاذ علي؟ المخطط الثاني هدفه ايه؟ فرق النقط، بيطرح النقطه دي من النقطه دي بيرسم لها مخطط عشان تعرفوا الدقه العاليه بتاعه الكنترول شر. مفيش جدول اكسل، مفيش برنامج في الاكسل هيشرح زي الميني تاب. عشان كده بنقول ان الميني تاب من احدث برامج الاحصاء دوليا، وهو البرنامج اللي معترف بيه من الاي كيو اف والاي اس كيو في الاستخدامات الاحصائيه والرسومات البيانيه. الاكسل ما يجيبلكش كده ابدا ابدا، هيرسم لك. عارف الاكسل اللي يجيب لك ايه؟ مجموعه نقط، ولا ابر كنترول ولا لور كنترول ولا يجيب لك سامبل رينج ولا يعمل لك اي حاجه من اللي بيعملها الميني تاب. عشان كده بقول ان الميني تاب من احدث البرامج دوليا، معترف بيه دوليا،
من هيئة الـ IQF ومن هيئة الـ ASQ في من خلال الـ Six Sigma واللين مانيفاكشن ده يعني. واللي ما الحق واللي ما سطبوش لازم يسطبوا، هتيني بقولها للمرة المليون، اللي ما سطبوش على الكمبيوتر الخاص بيه لازم يسطبوا، مش هيعرف يشتغل من غيره، ده هو أساس الشغل وهو أساس التحليل. وشوفوا كل شابتر استخدمنا في الميني تاب لا بديل عنه، الميني تاب لا بديل عنه. فهمت يا أستاذ علي سؤال حضرتك؟ الخريطة اللي تحت دي فرق النقط من بعضيها بيحدد لك الفرق، بطرح النقطة الأولى من النقطة الثانية يرسمها لك في شرط لوحديه. تمام؟ تمام تمام. لا مين اللي بيقول كده؟ ايه السؤال ده؟ السؤال ايه؟ بيقول ايه؟ السؤال بيقول ايه؟ مين اللي بيسأل؟ المفروض يكون في رسمة لأربع عينات؟ لا دول أربع قرايات مالتي، دول أربع مش رسمة لأربع عينات. ما أنا مش أنا حددت في الميني تاب كله في عمود واحد، حطيت الأربع قرايات تحت بعضيهم يا أستاذ ياسر، مش أنا اخترت كله في عمود واحد، كل دي قرايات واحدة خلي بالك، بس هي بتختلف من اوبريتور للتاني. يعني هنا الاربع عينات دول بتختلف، انا حطيتهم في كولم واحد اهو، الخطوه اهي اهي. هعيدها تاني، هعيدها تاني هنا، احنا هنا بس الريبليكيت دي كلها قرايات واحده، حتى كلها زي بعضها، كلها زي بعضها، بس هنا العدد بتاع العينات بس اهي. بص استاذ علي بيقول لك ليه المفروض ارسمه اربع شرائط، اربع خرايط؟ لا طبعا، انا هنا على في الليستات لما جيت حددت الكنترول شارت واخترت الفاريبل شارت فور سب جروب، شفت الخلل البتاع اللي هو معمول بالازرق ده؟ انا اخترت ايه؟ ان وان رو اوف كولم، يعني كل الصفوف اللي عندك دي حطيتها في كولم في عمود. فهمت قصدي؟ فهمت قصدي؟ يعني انا لميت كل الروهات اللي هي محطوطه دي في عمود، فبقت عينة، فبقت عينة. انت فهمت السؤال؟ ايوه الله ينور عليك. انا لما جيت اخترت لميت كل الروهات في كولم، يعني لم كل، حتى لو 12 عينة. هناخد سؤال تاني هجاوب على استاذ ياسر منتصر. كل الناس تفتح شيت الاكسل اللي هو الاكس بار اند اس، انا عندي 12 عينه اهم، شايفينهم 12 عينه اهم مش اربعه؟ هل انا هطلع 12 خريطه؟ امال هو برنامج الميني تاب حديث ليه؟ عشان بيلم كل القرايات ل 100 عينه. لو عندي 100 عينه هلمها في صف واحد، هاخد كده دول كوبي مع بعض، ده الاكثر من 10، يعني هستخدم الخريطه اللي هي ايه؟ كل الناس تجاوب معايا الاكس ايه؟ الاكس ايه؟ كل الناس تجاوب معايا. الاس الاس كل الناس تجاوب معايا. الله ينور. ايوه خلينا بقى عشان ما نتلخفنش، دول كام عينه؟ 12. ال 12 عينه هلمهم في عمود واحد، هلمهم على المنيتاب في عمود واحد اهو، امسح ده خطوات ثابته.
وده كوبي، ونيجي على الميني تاب. كل الناس تكتب معايا الخطوات للاكس بار اند اس شارت. بس ال 12 عينه اهم المالتي ريبليكيت بتاعي اهو. حلو، هدوس ستات كنترول شارت واجي على الفيريبلز واختار اكس بار اند اس شارت، واجي اغير اهو بقى، اجي اغير اهو الاوبزرفيشن فور سب جروب ار ان 1 رو، اخليها كلها ايه رو واحده، واعلم على ال 12 عينه كلهم في خانه واحده، كلهم في رو واحد. اوكي، طلع ايه الخريطه دي. هنا بقى الناس ملاحظه ايه معايا؟ كل الناس بقى تجاوب معايا، كل الناس تجاوب معايا. الله الله، استاذ صلاح سرحان يعني اراها، برافو استاذ صلاح سرحان، برافو، الله ينور، اراها. انفستيجيت كوز، انفستيجيت كوز، الله ينور يا استاذ اشرف. فعلا ليه؟ لقينا في نقطتين عدوا فوق الامر كنترول ضربوا، يبقى كده النقطه اللي هي رقم 3، النقطه رقم 2، النقطه رقم 2، النقطه رقم 2 والنقطه رقم 9 في العمليه ضربوا فوق المسموح بيه، نزلت تحت اللور وطلعت فوق الامر. النقطه الثانيه والنقطه التسعة طلعت فوق الامر، يعني هنا في انفستيجيت كوز. كل الناس تجاوب معايا عشان احس اللي انتوا فهمتوا. الله، كده فعلا الناس فهمت، كده فعلا الناس فهمت. يبقى دي مش نورمال بيهيفير، دي انفستيجيت كوز. ليه يا هندسه اسامه؟ عشان النقطه، هو الميتاب، الميتاب برنامج ذكي، الميتاب برنامج ذكي، ضرب النقطه فوق اهي فوق الابر كنترول اللي معموله بالاحمر دي، اللي واخده ماركت ريد دي اهي، طلعت تحته. يبقى كده دي مش نورمال بيهيفير، دي انفستيجيت كوز، في مشكله هنا في النقطه الثانيه والنقطه رقم 9، فلازم اتحقق من السبب، اشوف السبب ايه واظبطه، واظبط عينته. والنقطه بتاعت العينه دي ضربت ليه؟ ايه مشكلتها؟ وعالجها واعمل لها الكنترول شارت من جديد. تمام؟ 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 أستاذ شريف أسر، لا مش فاهم. طب هعيدها تاني، هعيدها تاني. دول المالتي ريبليكيت اللي عندي اللي هما في شيت الاكسل. طبعا انا عرفت هنا انا لازم اعرف نوع الخريطه اللي انا هستخدمها. عديت الريبليكيت لقيتهم عندي دول ايه 12. طيب احنا قلنا العدد لما يكون اكبر من 10 بنستخدم ايه؟ الاكس بار اند اس شارت، صح؟ صح ولا غلط؟ الناس معايا؟ الناس معايا؟ طيب الناس معايا ايه؟ اللور كنترول ازاي احسبها؟ ما موجودة عندك في الشرط، اقولها لك، اقولها لك. ايوه هو رد عليك اهو، واستاذ حسن اهو رد، قال لك برنامج المينيتاب هو اللي بيحدد. الله ينور يا استاذ حسن. بس عشان استاذ شريف عايز يعيد الحته دي. استاذ شريف ارجوكوا، استاذ شريف اسر عايز يعيد الحته دي ازاي بيطبقها على الميتاب، فندي للناس فرصه بس عشان تفهم.
انا عديت هنا ايه لقيتهم 12 زي ما انتم شايفينها على الصفحه ايه. حلو. طبعا انا لما بحدد الايه نوع الخريطه لازم اعد دلوقتي المالتي في المالتي ريبليكي اكبر من 10 يبقى استخدم الاكس بار اند اس شارب. اهي جيت على الاستات دخلت على الكنترول شارب في الفاريبل شارب فور سب جروب هختار الاكس بار اند اس شارب اللي هي اكتر من 10. اخترت الكولم اللي انا هخليه ايه الاوبسرفيشن فور سب جروب ار ان وان رو هخليه في صف واحد. يعني هخلي كل القرايات دي في صف من العمود واحد واختار اوكي. طلع لي الخريطه دي. لما طلع لي الخريطه دي يا استاذ شريف طلع الرقم عند النقطه 2 زي ما حضرتك شايف نزلت تحت اللور. النقطه 2 اللي انا واقف عليها بالماوس نزلت تحت اللور والنقطه 9 طلعت فوق الابر. طالما عدت المسموح به الابر كنترول واللور كنترول يبقى في الحاله دي بنسميها انفستيجيت كوز. يعني لازم اتحقق من السبب اللي هي عدت المسموح به. كده انت متهيألي فهمت استاذ شريف. كده انت فهمت. الناس اللي عايزه تروح تصلي تتفضل تروح تصلي في البلاد الثانيه. اللي عايز يصلي الجمعه يتفضل يصلي وهيشوف الفيديو من خلال الصفحه بتاعتي. الله ينور. انا فاهم الخطوه. طب تمام. دول 12 12 عينه بتلمهم في عينه واحده في صف واحد. يعني بدل ما يقعد يقرا كده المينيتاب بيسهل الخطوات. هرسم 12 خريطه لكل عينه خريطه فانا لازم الم ال 12 في خطوه عشان اجيب خريطه واحده ليهم. ازاي مطلع 10 نقط؟ لا دول مش 10 نقط. ازاي؟ ما هي فوق اهي. لا دي انت هي الريبليكيت اهي مكتوبه من 1 ل 12 في السبجكت. الريبليكيت اهي مكتوبه من 1 ل 12 شايفها؟ شايفها؟ هو بس هنا مختصر مختصر الشرط. الريبليكيت من 1 ل 12 بس. هو هنا مختصر بس. ماشي. انت هتلاقي هنا الريبليكيت هو مختصرها بس في 10 نقط. لما هي هي كوبي تاني. هو هنا في السبجكت هنا كاتب ان الريبليكيت من 1 ل 12 ريبليكيت. هو هنا بس مختصرها عامل لها سامري يعني. بالظبط. هتلاقي في نقطتين عندك متكررين في ال 12. فهمت قصدي؟ يعني هو هنا اختصر. يعني هتلاقي عندك عمودين نفس القرايات زي بعضين. فهمتني؟ فلما لقى ان العمودين دول نفس القرايات زي بعضيها مش هيحطهم في نفس القرايه. فاختصرها. استاذ شريف سال سؤال جميل. ايوه. مين اللي كان سائل السؤال؟ استاذ شريف سال سؤال جميل. بيقول لي هندسه دول 10 نقط مش 12. يا هندسه انت حللت ازاي دول 10 نقط
مش 12 زي ما مكتوب. هقول لك لا، هم لما حلل ال 12 عينه لقى في عينتين نفس القرايات هي، فمش هيرسمهم ازاي؟ ما هي النقط واحده، فاختصرهم ل10. يا استاذ شريف استاذ شريف يعني ايه ده ما بيترسمش بسكين؟ ملوش سكين. ايوه هو كده. في انت لو رجعت يا استاذ شريف للجدول، بص الجدول هتلاقي في عمودين هنا ارقام زي بعض تيبيكال بال 12، فلقى نقط متشابهه زي بعضها. النقط المتشابهه اللي زي بعضها دي خلى ال 12 10، انما هنا احنا ما بنرسمش بسكيل. هنا المينيتاب ما بيرسمش بسكيل. لقى ال 12 نقطه دول في عمودين شبه بعضيهم فخلاهم 10 نقط. اي اربع اعمده مقرره، صح؟ يعني لقى في نقط متشابهه، الارقام هي، فطبعا مش هيرسم لهم نقط ثانيه. فال 12 قرايه، ال 12 عينه لقى فيهم نقط كتير متشابهه، فهو حلل النقط دي كلها لهم 10 بس كده، اول واخر اربعه. الناس اللي هي لاحظت الموضوع. طيب نرجع بس لمرجوعنا تاني. عمر ما المنتبه هيغلط يعني. بص يعني يا استاذ شريف تاكد 1000000% المنتاب مش هيغلط. احنا نغلط هو لا، احنا نغلط هو مش هيغلط. هو كاتب في السبجكت اهو، هو حلل من 1 ل 12 زي ما حطيناه من شيت الاكسل، من 1 ل 12، وزي ما المينيتاب عامل اهو، المينيتاب اهو كاتب اهو من 1 ل 12، هو لقى في نقط متشابهه هيحطها لي في الشرط. هيحط نقطة فوق نقطة، يعني هو هيرسم نقطة فوقها نقطة فوقها نقطة فوقها نقطة، فهو بيعمل سمري لكل القرايات، بيلخص كل القرايات اللي أنا اديتهاله، بيلخص كل القرايات اللي أنا اديتهاله، وبياخد الخلاصة. يعني إيه؟ بيفلترها بمعنى أصح. لقاهم 12، لقى ال 12 10، بس كده. الموضوع سهل يعني. واحد بقى هو بيقول الابر كنترول واللور كنترول، اعتقد ان دي 10 بالظبط. بالظبط. طيب نرجع بس المرجوعه تاني عشان وقت المحاضره قرب يخلص، وانا عايز ادي الاندبيد. يعني هو يعني الناس تاخد الداتا اللي هي قريتها وتحطها، وما تقلقوش المينيتاب مش هيغلط. الانديفيديوال لما تكون عندي الان بواحد وزن اهو، كل الناس بقى تفتح شيت الاكسل. الحاله اللي انا هقولها دي 90% من الشغل لكل الناس. كل انا دي بقى اللي بستخدمها في شغلي. واستاذ شريف بيستخدمها في شغل، واستاذ علي نديم بيستخدمها في شغل. الحاله اللي انا هقولها دي اهم حاله في يعني ما حدش بيستخدم الاكس اس والاس ار. ما حدش بياخد اكتر من عينه في شغل. هي عينه. فكل الناس تركز معايا بقى، هي دي اللي في مجال العمل، دي اللي في مجال العمل. هنا هي وزن اهوت، هناخده كوبي، ناخده كوبي ونيجي على المينيتاب. يعني ما حدش بياخد 12 عينه لكل فين وفين بقى، دي في الحاجات اللي هي الادويه وفي الحاجات اللي هي في الاسلحه انما كل الناس في مجال عملها 90% بتستخدم عينه واحده. انا عن نفسي بستخدم عينه واحده شغل، باخد عينه واحده.
تمام. كل الناس بقى تختار معايا، لحد سائل حاجة تانية؟ شفتوا اهو يا مين بقى اللي حلل الجميل دوت؟ اهو واحد اهو استاذ محمد عاصم حلل الارقام اهي وطلعوا فعلا 10 قرايات. الله ينور يا استاذ محمد قاسم. استاذ محمد قاسم يعني جابها من حللها عمل لها انلايز فعلا 10 قرايات. لا كل النقط دي متشابهه يعني 10 قرايات، يعني عمر ما المنيتاب هيغلط. تاكد المنيتاب عمره ما هيحلل غلط. منيتاب يعني برنامج حديث جدا جدا جدا، يعني عمره ما هيحلل غلط. نرجع بقى لمرجوعنا، نرجع لمرجوعنا، هناخد الداتا ديت ومن الستات وهندوس الكنترول شارت، وهنيجي على الفاريبلز شارت فور انديفيديوال. مش هختار بقى ايه السب جروب، هختار الانديفيديوال. اي ام ار هي عينه واحده، سيلكت اوكي، طلعت دي. دي ايه؟ نورمال بيهيفير، وده الموفينج رينج اللي هو فرق النقط برضه من بعضيها. فاهمين؟ فهمتوا؟ اي حد بقى عنده سؤال قبل ما اختم النهارده المحاضره؟ ماشي. حد فهمتوا الانديفيديوال؟ فهمتوا الانديفيديوال؟ عشان هختم النهارده. فهمتوا الانديفيديوال؟ وقت المحاضره خلص الساعه 10:30 الا 5. طيب نركز، طيب في الانديفيديوال، نركز في الانديفيديوال تاني عشان الناس طلبته مني. هو يعني يعتبر اسهل نوع، وهو ده الانديفيديوال هو اللي بنستخدمه. هي كل الناس 95% من الناس في مجال عملها بتستخدم عينه من المنتج او من المرحله، بتعمل عينه من خلال المرحله، عينه واحده. تمام. طيب هعيد تاني الانديفيديوال اهو. خدت ايه؟ هو هنا وزن عينه، فانا قست الاوزان طبعا بقى بالكيلو بالجرام بالطن ايا كان طلعت بكام، وبعمل ستات وبعمل كنترول شارت وبعمل الفاريبل شارت فور انديفيديوال وبختار الاي ام ار وباخد السيلكت بتاعي اللي هو الويت اهو وبدوس اوكي. تمام. تمام كده. تمام. عندي الابر كنترول ليميت اهو واللور كنترول ليميت اهو، وايه والمين اهو سنتر لاين، والعمليه دي نورمال بيهيفير. العمليه دي ايه؟ نورمال بيهيفير. حد عنده سؤال تاني النهارده؟ اه ممكن تاخد صح يا استاذ اشرف، لو عندك كذا توريد خد عينه من كل دول، تقدر الناس تسجل الحضور. فهمتوا النهارده الفاريبلز؟ انا شرحت النهارده ثلاث انواع من الخرايط. الفاريبلز الاكس اس عند شرط، الاكس ار عند شرط، الاي ام ار شرط. وان شاء الله بكره هنشرح الاتريبيوت اللي هي خرائط التحكم للخواص، الاتريبيوت شارت. لا ده عمليه بقى استاذ محمد قاسم، ده عمليه حساب اللور كنترول واللور كنترول، ده 16 معادله، ده موال معادلات كتير. ف يعني انا عن نفسي لو انت عايز تبص على الحاجات دي ممكن تفتح بقى المرجع بتاع الاي كيو اف، هيقول لك المعادلات دي وهتطبقها خطوه خطوه، وهتغلط هتغلط وانت بتحسب، مش هتعرف صدقني ما هتعرف. معادلات كتير على ما افتكر يعني
من 10 ل 16 معادله يعني، بتطبق دي وبتاخد دي تحطها هنا وبتاخد دي تحطها هنا وبتحسب النقط الاول، تشوف الافريج، وبعدين ما تاخد الافر. طبعا ما فيش حد فينا فاضي عشان يعمل الكلام ده، فاحنا عشان كده بنقول الميني تاب برنامج سريع وبيحلل وبيقرا الافكار. انت لو حضرتك حابب طبعا، عشان انا اشرح المعادلات ديت انا ممكن اشرحها لك واقولها لك، بس دي عايزه وقت كبير قوي يعني. فانت حضرتك لو هتحبها، انت طبعا معاك المرجع بتاع الاي كيو اف، هتفتح الشارت وهتشوف المعادلات دي بالتفصيل، هتشوف المعادلات وازاي تحسبها بالتفصيل. هي صعبه، هي انا عن نفسي بقول لك صعبه، تمام؟ فأي حد النهارده مش فاهم يعني، اللي مش فاهم النهارده اي حاجه في الخرائط بتاعت التحكم بالمتغيرات، اي حد طبعا عنده سؤال في خرائط التحكم بالمتغيرات الفيريبل شارتس يقول لي عليه انا اقول له. طيب اشوفكم بكره ان شاء الله في الاتريبيوت شارتس، والاتريبيوت شارتس المفروض نوعين، وانا هقول لكم نوعين تاني يعني. بكره ان شاء الله هنشرح اربع انواع، و اشوفكم بكره على خير ان شاء الله باذن الله في الكنترول شارتس. وتبتدي الناس من في مجال عملها لو عايزه تعمل الفاينل بروجكت. الفاينل بروجكت دايما بتاخد دايما من الثلاث خرائط اللي انا قلتهم، وخصوصا من الاي ام ار اللي هو الانديفيديوال شارتس. لو الناس عايزه تحطه في الفاينل بروجكت تحطه وتبتدي تبعته. طبعا الميل المهندس احمد حسام هيبعته ان شاء الله من محاضره بعد محاضره بكره لخلال الاسبوع الجاي كله لغايه الجمعه اللي جايه ان شاء الله. وإن شاء الله بإذن الله أشوفكم على خير، وعليكم السلام.